السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إن شاء الله نستكمل في مساق المراجعة وتدقيق الحسابات الفصل الثالث. طبعا الفصل الثالث بيتكلم عن معايير التدقيق. في هذا الفصل هنتناول مجموعة من الأمور والعناوين كالتالي. هنستعرض أهمية المعايير والحاجة لها. هنستعرض المعايير التدقيق المقبولة قبول عام أو المتعارف عليها، بسموها المتعارف عليها. هنتكلم في المعايير المتعارف عليها في 3 محاور من هذه المعايير: محاور الشخصية، ومحاور العمل الميداني، محور العمل الميداني، ومحور معايير أعداد التقرير. وبعد كده هناخد نظرة عامة عن معايير التدقيق الدولية، وهنركز على معيار رقم 220 اللي هو رقابة الجودة في مؤسسات التدقيق. الآن المقصود بمعايير التدقيق، حكينا أو إحنا بنعرف المعيار هو عبارة عن مؤشر أداء أو مستوى أداء، فبالتالي معايير التدقيق هي عبارة عن مستويات للأداء المهني توضع من قبل الجهات اللي بتنظم المهنة. والتدقيق مهنة كأي مهنة أخرى، يجب أن يكون لها ضوابط ومعايير لمن يمارس هذه المهنة كالمهن الأخرى كالهندسة والطب والصيدلة. الهدف من وضع المعايير المهنية، طبعا الجهات اللي بتنظم المهن الهدف من وضعها للمعايير هو توفير مستوى معقول من الأداء، أيضا ضبط العمل وتحديد إطار مناسب وواضح عشان المدقق يعمل من خلاله ومن ضمنه. أيضا بتساعد المدقق في الأداء وفق هذه المعايير، وبتساعد أيضا الجهات اللي بتنظم المهنة أنها تحكم على أداء المدقق وعلى نوعية العمل اللي بيقدمه المدقق. فهي المعايير أو الضوابط لازمة لضبط العمل في المهنة أو في مهنة التدقيق. لا شك أن تنظيم المهن يساعد في زيادة ثقة من يعملون فيها بأنفسهم وزيادة ثقتهم بالمهنة. علاوة على ذلك، فإن المستهلكين اللي هم الجمهور أو مستخدمي القوائم المالية اللي بيعتمدوا على تقرير مدقق الحسابات أيضا بتزيد ثقتهم بهذه التقارير وبهذه الخدمات المقدمة لهم. أيضا أنه بتم العمل وفق ضوابط ومعايير وأحكام، وأنه هذه المهن لا تنفذ أو لا يعمل بها بشكل ارتجالي. ولا بدنا ننتبه لنقطة مهمة، أنه هذه المعايير وهذه الضوابط يجب أن لا تؤثر على الإبداع عند المدققين أو تقتل الإبداع عند المدققين في هذا الجانب. طبعا الضوابط والمعايير هي تنظم العمل وعشان نطور العمل ونحسن العمل، مش عشان إحنا نقتل الإبداع الموجود، لأنه هي المحاسبة مهنة من المهن الاجتماعية أو من العلوم الاجتماعية، فهي تؤثر على المجتمع وتتأثر فيه، فبالتالي يوجد بها تطوير ويوجد بها تطور بشكل مستمر. مصدر المعايير، المعايير اللي بتحطها هي الجهات اللي بتنظم المهنة. هذه المعايير أصبحت معايير متعارف عليها في كثير من الدول. الاتحاد الدولي للمحاسبين أصدر معايير التدقيق الدولية، وهي بتشكل المعايير الأمريكية والإنجليزية مرجع لها بشكل كبير. إذن نحن عشان نفهم هاي النقطة، أنا كان في عنا معايير إنجليزية وفي معايير أمريكية. طبعا الأمريكية هم بيقولوا عنها هي المعايير المقبولة قبول عام أو المتعارف عليها، وفي عندي معايير إنجليزية. راحوا المجلس أو الاتحاد الدولي للمحاسبين دمج ما بين المعايير الأمريكية والإنجليزية وطلع لنا بالمعايير الدولية للتدقيق، معايير التدقيق الدولية. وهذه المعايير لا تزال تعمل في كثير من الدول، منها الأردن وفلسطين، أو بيعتمدوها بشكل أساسي كمرجع وكإطار للعمل داخل هذه الدول. على الرغم أنه أغلب الدول بتعتمد على المعايير الأمريكية اللي هي المتعارف عليها أو المقبولة قبول عام، لكن ما فيش تعارض بين المعايير الدولية وبين المعايير الأمريكية الموجودة اللي هنستعرضها الآن إن شاء الله. طبعا أهمية الحاجة للمعايير، قلنا هي المعايير بتمثل إطار للعمل لضبط عمل المهنة والمهنيين اللي بيمارسوا هذه المهنة وتوجيههم بشكل أمثل. أيضا تضييق فجوة التوقعات اللي احنا حكينا عنها في الفصل الأول، اللي بتكون ما بين المدقق وما بين مستخدمي القوائم المالية، من خلال جعل إجراءات التدقيق متوقعة ومعروفة للأطراف الخارجية، يكونوا فاهمين إيش المطلوب من المدقق وإيش الدور الأصل المدقق يقوم فيه. أيضا هذه المعايير بتساعد في تحسين الأداء والارتقاء به والحكم عليه. معايير التدقيق هي معايير قابلة للتطبيق على كافة القوائم المالية بغض النظر عن حجم العميل، حجم الشركة وطبيعة نشاطه ونوع الصناعة اللي هو بمارسها، سواء كانت أيضا مؤسسات ربحية أو غير ربحية. فبالتالي الآن تختلف معايير التدقيق عن معايير المحاسبة، أنه معايير المحاسبة
يعني في خصوصيه انه في بعض المعايير تنطبق على نوع معين من الشركات او نشاط معين من الشركات، زي المعيار اللي بيتكلم في الامور الزراعيه، تمام؟ فبالتالي هذا ينطبق على الشركات اللي بتمارس اللي هو النشاط الزراعي، ايضا النشاط التجاري، ايضا النشاط الصناعي، لكن معايير التدقيق تنطبق على كل الانشطه بدون استثناء. المعايير بتساعد في تلبية رغبات المجتمع فيما يتعلق بالتوقعات عن دور ومسؤوليات المدقق، خاصة أن هذه الرغبات في تزايد، حكينا في النقطة هذه في النقطة الأولى. نيجي للمعايير التدقيق اللي هو المقبولة أو المتعارف عليها أو بسموها المعايير الأمريكية. هذه المعايير قسموها لثلاث محاور. المحور الأول بتكلم في المعايير العامة أو المعايير الشخصية، وهي المعايير اللي بتخص الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في المدقق نفسه. في مجموعة من المواصفات يجب أن تتوفر في المدقق اللي بده يمارس مهنة التدقيق ويأخذ مزاولة مهنة، وعشان هيك سميناها معايير شخصية. هنلاقيها تتكلم في ثلاث معايير، يعني المعايير العامة ثلاث معايير هنتكلم فيها. المعايير العامة الميداني هذه تختص بتنفيذ عملية التدقيق، يعني تتعلق بتنفيذ التدقيق. تنفيذ التدقيق احنا قلنا الاول تتعلق بشخصية او مواصفات المدقق، الثانية تتعلق بمعايير خاصة بتنفيذ عملية التدقيق، وايضا تكلم او فيها ثلاث معايير. معايير اعداد التقرير هي المعايير الخاصة برأي المدقق او المخرج النهائي من عملية التدقيق، ونتكلم فيها في اربع معايير هنتكلم فيها. إذن كل المعايير العامة أو المعايير الأمريكية بتحكي لنا عن 10 معايير. نشوف المحور الأول من هذه المعايير، اللي هي المعايير العامة أو المعايير الشخصية. طبعا هذه المعايير الشخصية هي معايير تتعلق بشخصية المدقق، شخصية المدقق والصفات التي يجب أن تتوفر في المدقق عشان يصبح مؤهلا لممارسة عملية التدقيق. هذه المعايير زي ما حكينا ثلاثة. أول معيار هو التأهيل العلمي والعملي، لازم يكون المدقق حاصل على نوع او حصل على تأهيل علمي، دارس في الجامعة في تخصص له علاقة في كلية التجارة، هنتكلم في هذه الامور، وله كمان ماجستير او له دكتوراه، وله ايضا سنوات خبرة في مجال ممارسة عملية التدقيق، هنتكلم في عدد السنوات في التفاصيل هذه لما نصلها ان شاء الله بالتفصيل. المعيار الثاني في المعايير العامة هو استقلالية المدقق. استقلالية المدقق. المعيار الثالث انه المدقق يبذل العناية المهنية الواجبة اثناء عملية التدقيق. طبعا تأهيل علمي المقصود فيه انه يجب ان يكون المدقق عنده قدر كافي من المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المحاسبة والتدقيق، ويتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة، ولهذا توضع القوانين والانظمة في الدول عشان يتمكن الشخص من مزاولة المهنة، انه لازم انه يكون حاصل على هذه الشروط. يعني انا بديش اي شخص مزاولة مهنة التدقيق الا اذا انطبقت عليه هذه الشروط. هذا من الشروط هذه، اول شغلة انه يتمتع بالجنسية في البلد التي يزاول فيها المهنة، انه يكون حاصل على شهادة جامعية تتعلق بالمحاسبة او احد كليات التجارة، يكون في شهادة في المهنة معترف بها من جهات ذات الاختصاص، الحصول على فترة تدريب كافية لمزاولة المهنة، اجتياز الامتحانات اللي بتحطها الجهات اللي بتنظم المهنة عشان ياخذ اللي هو مزاولة مهنة. موضوع الاستقلالية المقصود فيها انه يجب ان يقوم المدقق باعماله بامانة واستقامة وموضوعية دون تحيز لجهة معينة، وهذا الاستقلال نعني فيه احنا استقلال فعلي اللي هو مادي واستقلال ذهني، ويعتبر الاستقلال من العناصر المهمة لعملية التدقيق، حيث يوفر المدقق الثقة والاعتماد بدرجة عالية من الجمهور. طبعا احنا قلنا انه اساس وجود التدقيق انه في انا عندي اطراف في انعدام في الثقة بينهم او في اشكالية في الثقة، فبيجي المدقق هو دوره انه يخفض هذه الفجوة ما بين هذه الاطراف من خلال انه يكون مستقل ومحايد عشان يحكم على معلومات قدمت من جهة او من طرف لا جهة اخرى في هذا الجانب. فاذا انتفت الاستقلالية عند المدقق فبالتالي اصبح دور المدقق او دور عملية التدقيق ما له لازمة في هذا الجانب، عشان هيك لازم يتم المحافظة على استقلال المدقق في جميع اعماله الخاصة بعملية التدقيق. وبالتالي لا يكفي الاستقلال من جانب واحد، ما بينفعش يكون مستقل من جانب مادي فقط او من جانب ذهني فقط، ولكن يجب ان يكون مستقل من كل الجوانب. لو استقلال بيرتبط بعدة امور،
في عملية في التدقيق، منها تحديد أتعاب المدقق، طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل في الفصول اللاحقة، وتعيين المدقق وعزل المدقق وعلاقة المدقق بعملية التدقيق اللي هو الشركة المدقق حساباتها. طبعا هذا بده يكون له اهتمام وبده يتم أخذه بعين الاعتبار. فبالتالي بشكل مختصر، إذا كان المدقق اللي بعينه يضغط الشركة، فبالتالي أصبح المدقق يعني غير مستقل. ليش؟ لأنه في النهاية حيحكم على أداء إدارة هذه المنشأة أو إدارة هذه المؤسسة من خلال القوى المالية اللي هي مسؤولة عن إعدادها. فبالتالي إذا كان صلاحية تعيين المدقق أو عزله عند إدارة المنشأة، فبالتالي بتنتفي استقلالية المدقق. طب مين بده يعينه؟ احنا بنعرف في شركات المساهمة في شغلة بسموها الجمعية العامة للمساهمين أو مجلس إدارة المؤسسة، اللي هو بعين الإدارة، فهو أيضا بعين مدقق الحسابات عشان يكون مستقل عن إدارة المؤسسة اللي بمارس أتعابها. أيضا موضوع الأتعاب، إذا كان بحدد الأتعاب هو الإدارة وبيعطي الأتعاب للمدقق هو الإدارة، أيضا في هذا نوع من اللي هو عدم الاستقلالية في هذا الجمع. عشان هيك اللي بحدد الأتعاب أيضا بيكون ضمن العقد اللي بيكون أيضا موقع مع الجمعية العمومية للمساهمين. أيضا إذا كان في وجود مصالح اقتصادية بين المدقق وبين الشركة المدقق حساباتها، هذا أيضا ينافي الاستقلالية. أيضا إذا كان مقدم خدمات إدارية أخرى للمنشأة قد تدخل في موضوع القوائم المالية أو الحسابات أو الأمور هذه، قد يؤثر على استقلالية المدقق الخارجي. طبعا زي ما حكينا، تعيين المدقق وعزله، قيام إدارة المنشأة بتعيين المدقق يمكنها من ممارسة الضغوط عليه، لذلك أعطى القانون حق تعيين المدقق وعزله وتحديد أتعابه لمين؟ للجمعية العمومية للمساهمين. طبعا احنا نعرف احنا المساهمين في اي شركة بيعقدوا لقاء كل سنة مرة او في السنة مرتين، في هذا اللقاء بياخذوا قرارات حاسمة او توجهات اساسية بتخص الشركة، من ضمنها تعيين مدقق حسابات او تجديد مع مدقق الحسابات القديم، ايضا التعاقد مع المدقق وتحديد اتعابه والتفاصيل هذه كلها. عشان هيك المدقق لما بده يوجه تقريره زي ما حناخذ في الفصل التاسع، بوجهه للجمعية العمومية للمساهمين، بوجهوش لإدارة الشركة اللي هو بدقق حساباتها، عشان انه هو حيحكم على أداء الإدارة، فبالتالي هو بوجه تقريره على للجمعية العمومية للمساهمين. طبعا وجود مصالح اقتصادية، احنا قلنا يجب ان المدقق يكون مستقل ماديا ومستقل ذهنيا، وهذا بالطلب انه يكون حر من اي التزامات تجاه الشركة اللي بدقق حساباتها، او يكون له مصلحة في ادارة او ملكية المشروع اللي بدقق حساباته. يعني بينفعش انا اجي ادقق على حسابات على مثلا شركة جوال وانا عندي اسهم لشركة جوال بقيمة 20%، يعني انا عندي من رأس مال جوال انا حاصل على 20% من هذا رأس المال على شكل اسهم، وانا نفسي كمكتب تدقيق وانا كمسؤول تدقيق بدي ادقق على شركة جوال، ما بينفع هذا، في انا عندي عدم استقلال. ايضا من ضمن اللي هو الاستقلال في هذا الجانب، بارك الله فيك، من ضمن الاستقلال في هذا الجانب ايضا في عندي استقلال اللي هو الذهني. الاستقلال الذهني اللي هو ما يكونش في علاقة قرابة ما بين المدقق وما بين اي موظف في الشركة من الموظفين اللي لهم دور اساسي في اعداد القوائم المالية او في الحسابات او في الامور الخاصة بالشق المالي، زي ما حناخد في الفصل الرابع بشكل نوع او بنوع من التفصيل. تقديم خدمات ادارية للمنشأة، الان خلينا هذا التساؤل نسألكم إياه ونشوف منكم إجابة. طبعا هفتح لكم أنا بند للمشاركة، تردونا هل يعتبر قيام المدقق بتقديم خدمات استشارية وإدارية للمنشأة يؤثر في استقلاليته ولا لا؟ تجيبوا يؤثر أو لا يؤثر والسبب في هذا الجانب، وإذا بتذكروا نوع من أنواع الإدارية أو الاستشارية بكون كويس. هذا حيكون واجب لكم لا إن شاء الله الأسبوع القادم، هحدد لكم موعد للتسليم على الكلاس روم. الآن المعيار الثاني اللي هو بذل العناية المهنية، المقصود في أنه المدقق بده يبذل كل ما يستطيع في يعني إنجاح عمل التدقيق وعمله في هذا الجانب. فبالتالي في كل مراحل التدقيق يجب أن يبذل المدقق العناية المهنية اللازمة، مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة الاختبارات، مرحلة إعداد التقرير. فبالتالي في كل مراحل التدقيق يجب أن يكون المدقق ببذل العناية المهنية اللازمة، لأن العناية المهنية اللازمة ليس لها حدود واضحة عشان أحكم عليها، ولكن بيقولوا إنه الحد الأدنى
بذل العناية المهنية لازم انه المدقق يلتزم بالمعايير. يعني التزام المدقق بالمعايير معايير التدقيق هو يمثل الحد الادنى من العناية المهنية اللازمة. المقصود ايضا في العناية المهنية اللازمة لو جبت انا مدقق اخر ونفذ نفس المهمة اللي انا نفذتها يطلع بنفس النتيجة اللي انا طلعت لها. اذا هو طلع بنتيجة تختلف عن النتيجة اللي انا عملتها او اللي انا خرجت فيها وكان من عندي انا عدم بذل العناية المهنية، اذا بكون انا عندي فيه خلل في ادائي في هذا الجانب. المعيار الثاني او المحور الثاني من المعايير اللي هو معايير العمل الميداني اللي بتخص تنفيذ عمليه التدقيق. فبالتالي هذه معايير تختص بتنفيذ اجراءات او تنفيذ عمليه التدقيق. هذه بتشمل ثلاث معايير حكينا. المعيار الاول معيار تخطيط عمليه التدقيق والاشراف التام على المساعدين. طبعا ايش المقصود في الاشراف التام على المساعدين؟ طبعا اليوم صعب انه يقوم مدقق واحد بعمليه تدقيق لحاله، فبالتالي بيكون في فريق عمل، بيكون فريق عمل عشان ينجزوا، لانه فتره التدقيق بتكون فتره محدوده، فبكون مدقق رئيسي وفي مع مجموعه مساعدين، ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاثه، ممكن يكون واحد. في النهايه المدقق الرئيسي بده يكون حاطط خطه لعمليه التدقيق اللي هو بينفذها، وايضا بده يكون عنده اشراف تام على كل الاعمال اللي بينفذها المساعدين الموجودين معه. المعيار الثاني دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية للشركة اللي بده يدقق حساباتها، لأنه بناء عليها بيحدد حجم العينة اللي حيختاره، وبيحدد حجم الاختبارات وين يركزها أكثر. المعيار الثالث لأن هو حط الخطة وفحص نظام الرقابة الداخلية وحدد العينة تبعته، الآن بده يبدأ ينفذ عملية التدقيق، فبالتالي بده يبدأ يحصل على أدلة التدقيق الكافية والمناسبة اللي ممكن من خلالها يشكل رأيه أو يدعم رأيه. فبالتالي هذا المعيار الثالث في المعايير العمل الميداني هو الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وموثوقة من خلالها بيقدر المدقق يدعم رأيه في هذا الجانب. التفاصيل التخطيط والإشراف التام على المساعدين، التخطيط يكون يجب أن يكون كافي ومناسب لعملية التدقيق، ولا تكون عملية التدقيق عملية ارتجالية، وعملية التدقيق تتم بشكل مخطط من خلال وضع برنامج وخطة واضحة ومفصلة بتبين المهام اللي بده يتم تنفيذها في عملية التدقيق ومواعيد تنفيذها ومين اللي بده ينفذها، وهذا كله بيشرف عليه اللي هو المدقق المسؤول بشكل رئيسي عن فريق التدقيق. دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية زي ما تو حكينا، المدقق يقوم بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمنشأة اللي بدقق حساباتها، لأنه هذا النظام أو من خلال هذه الدراسة بيحدد حجم الاختبارات وبيحدد وين بده يتوسع. طبعا عشان نفهم هذه الشغلة، في عنده علاقة عكسية بين قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية وحجم العينة أو الاختبارات. فكل ما كان نظام الرقابة الداخلي قوي، كل ما كان عندي حجم العينة إيش أقل. كل ما كان ضعيف، كل ما نحتاجت إنه يكون عندي عينة أكبر. يعني ممكن أنا تكون العينة مثلا 25% من العمليات، في الضعيف ممكن أنا أختار عينة بتمثل 40% من إيش من العمليات. أيضا من خلال دراسة نظام الرقابة الداخلية كمدقق ممكن أكتشف إنه في عندي ضعف في إجراءات الرقابة الداخلية على النقدية. إذا أنا هذا بيعطيني توجه إنه ممكن النقدية يكون فيها مخاطر، إنه يكون فيها أمور، فبالتالي بروح بوسع حجم العينة فيما يتعلق بالنقدية. أيضا لو أنا من خلال دراسة لنظام الرقابة الداخلية لقيت إنه النظام ضعيف وفيه تجاوزات كتير وفيه احتمالية يكون في عندي أخطاء كتير، فأنا كمدقق حسابات خارجي بروح بأطلب بأتعاب أعلى. ليش؟ لأنه في النهاية أنا هختار عينة أكبر، هختار عينة أكبر، فبالتالي الشغل معي هياخد جهد أكتر. كل هذا بفيدنا في موضوع اللي هو أو نقدر نحدده من خلال دراستنا لنظام الرقابة الداخلية للمنشأة. أيضا أنا مطالب في نهاية التدقيق أن أقدم تقرير عن نظام الرقابة الداخلية والملاحظات اللي أنا وجدتها نظام الرقابة الداخلية لإدارة المنشأة عشان تحسن هذا النظام في المستقبل. الآن الرقابة الداخلية تعريفها هي خطة تنظيمية وكافة الوسائل والطرق اللي بتستخدمها المنشأة بهدف أول شغلة حماية الأصول من السرقة وتلاعب أصول الاستخدام، تأكد من دقة وصحة البيانات المالية المحاسبية
داخل المنشأة ومدى إمكانية الاعتماد عليها. أيضا التأكد من طريقة عرضها واتفاقها مع معايير المحاسبة الدولية. أيضا رفع الكفاءة الإنتاجية لتحقيق الفعالية، وذلك من خلال توفير الإجراءات الرقابية التي تعزز الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية زي ما تكلمنا في الفصل الأول، الكفاءة والكفاية والاقتصادية. أيضا نظام الرقابة الداخلية يعمل على تشجيع الالتزام بالسياسات والقوانين والأنظمة التي تضعها الإدارة وتطالب الموظفين بالالتزام بها. نجي للمعيار الثالث في معايير العمل الميداني، هو المعيار اللي بتعلق بحصول المدقق على أدلة تدقيق كافية ومناسبة وموثوقة من خلالها يدعم رأيه حول القوائم المالية. فبالتالي هو الأدلة هي كل ما يحصل عليه المدقق من مستندات وتقارير واستفسارات وتقديرات هو بيعملها وعمليات حسابية هو بيقوم فيها، ويعتمد عليها المدقق بشكل أساسي لإصدار حكمه على البيانات المالية ومدى مصداقية البيانات المالية. إذن كل الأمور هذه تعتبر من أدلة التدقيق. طبعا في الفصل السادس هنتكلم بالتفصيل عن أدلة التدقيق، أو في الفصل الثامن وأنواعها وتفاصيلها في هذا الجانب. إذن هو اللي بدنا إياه نفهمه هنا أنه أدلة التدقيق هي كل ما يحصل عليه المدقق أثناء عمليته أو أثناء ممارسته لعملية التدقيق على الشركة من مستندات بتدعم رأيه وحكمه على القوائم المالية. نيجي للأدلة الآن، بنميزها نوعين. في أدلة موجودة يعني بس المدقق بيحصل على نسخة منها، زي البيانات المالية، السجلات، الدفاتر، المستندات، الفواتير، الملاحظات، جرد الأصول، كل هذه إيش موجودة؟ كل هذه موجودة. الآن في عنا أدلة مش موجودة، فروح المدقق بيصنعها المدقق نفسه عشان يقدر يدعم رأيه. زي إيش طيب هذه؟ هي معلومات من الإدارة، أنا ممكن أحصل على استفسارات من الإدارة واستفسارات من العاملين عن بعض الأمور، تقييم للأنظمة بتاعت المنشأة زي نظام الرقابة الداخلية، هذا أنا بأوجده ما بيكونش موجود. نظام المصادقات حنتكلم فيه إن شاء الله في الفصل الثامن، هذه المصادقات بتكونش موجودة فبتصير المدقق بيوجدها. عند التحليلات والمراجعة الانتقادية، كل هذه أدلة بوجدها المدقق نفسه أثناء عمل التدقيق، ما بتكونش موجودة مسبقا. إذا عندنا الأدلة نوعين، نوع متوفر بحصل على نسخة منه المدقق، ونوع المدقق نفسه أثناء العمل بوجده وبيثبته عنده وبيعتمد عليه كدليل في هذا الجانب. معايير أعداد التقرير اللي هو المحور الثالث. الآن في نهاية العمل المدقق بده يقوم بإبداء رأيه على القوائم المالية اللي هو فحصها، وهذا الرأي بده يستعرضه لمستخدمي القوائم المالية. عشان هيك الإعداد التقرير أو تقرير المدقق هو عبارة عن خلاصة عمل المدقق أو خلاصة عملية التدقيق الموجودة. هو عبارة عن وثيقة مكتوبة، بينفعش يكون تقرير اللي هو شفوي، لا، هو عبارة عن وثيقة مكتوبة بيكون موقع عليها المدقق ومفصل فيها كل التفاصيل اللي هنتكلم فيها إن شاء الله في الفصل التاسع. طبعا هذا التقرير بيقدمه للأطراف الخارجية، طبعا بيقدمه من خلال الجمعية العمومية للمساهمين، هو بيسلمه للجمعية العمومية للمساهمين، الجمعية العمومية للمساهمين بتسلمه للأطراف الخارجية وبتنشره في وسائل النشر المختلفة. وأيضا هذا التقرير بيمثل وثيقة بتحدد مسؤوليات المدقق المدنية والجنائية، عشان بكرة بدهم يرفعوا عليه قضية بيستندوا بشكل أساسي على تقريره حول القوائم المالية. المعايير اللي هنا قلنا حكينا فيها أربع معايير. أول شغلة، لازم أنه يبين المدقق في تقريره مدى توافق القوائم المالية اللي أعدتها الشركة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. أيضا بده يشير في تقريره إذا كانت هناك حدث تغيير في إعداد القوائم المالية عن الفترات السابقة، تغيير في سياسات، تغيير في مبادئ. في هذا الجانب أيضا بده يبين أنه تم الإفصاح في القوائم المالية عن كافة الحقائق المالية أو غيرها المحتاجة أو بيحتاجها الطرف الثالث عشان يقدر ياخد قرار، أو بيحتاجوها مستخدمي القوائم المالية. آخر شغلة أنه المدقق بيصدر رأيه كوحدة واحدة عن القوائم المالية، منفعش يصدر رأيه على قائمة الدخل لحالها أو على قائمة المركز المالي لحالها، فهو بيصدر رأيه بيقول أنه القوائم كلها تم إعدادها بشكل عادل وبشكل موضوعي، يعني بدون أي تحفظ
في هذا الجانب. فبيبدأ رأيه على كل القوائم المالية زي ما إن شاء الله هنفرجيكم في التسجيل الثاني، هنفرجيكم نموذج من التقرير المدقق للحسابات وتشوفوا كيف بيكون رأيه في هذا الجانب. إذن هذه المعايير اللي بتتكلم عنها احنا بنسميها المعايير الأمريكية أو المعايير المقبولة قبول عام أو المعايير المتعارف عليها. معايير التدقيق الدولية تكلمنا هيك، هناخدها للعلم فقط بس هنركز في المعيار الأخير، معيار رقم 220. طبعا هذه المعايير حكينا بتصدر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. هذا الاتحاد بيسعى انه يقدم خدمة أفضل للمجتمع، وأيضا بيسعى لزيادة الالتزام بالمعايير المهنية من قبل مدققي الحسابات اللي بيعملوا في مزاولة المهنة. هذا الاتحاد الدولي عنده مجموعة من الأنشطة اللي بتخدم مجتمع المهنيين اللي هم المدققين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. هذا الاتحاد شكل مجلس سماه مجلس معايير التدقيق وخدمات التأكيد الدولي عشان يعمل على تطوير معايير التدقيق والتي بدورها ستؤدي إلى تطوير مهنة التدقيق. الأنشطة اللي بيقدمها الاتحاد هي تطوير ودعم معايير مهنية عالمية وقواعد للسلوك المهني تطبق في كل دول العالم، تشجيع التقارب في المعايير المهنية بشكل فعال فيما يتعلق بالتدقيق، متابعة التحسين المستمر في جودة عملية التدقيق، تشجيع القيم العالية لمهنة المحاسبة، تشجيع الالتزام بشروط العضوية لمدققي الحسابات، المساعدة في تطوير الاقتصاديات النامية بالتعاون مع الجمعيات المهنية. وهذا بعتقد انه في بتم اللي هو اتفاقيات ما بين الاتحاد وما بين بعض الدول من خلال تطوير العمل المحاسبين والمدققين في بعض الدول النامية الموجودة ومن ضمنها اغلب دول الوطن العربي. ايضا زيادة الثقة في جودة ومصداقية البيانات المالية. هذه المعايير الدولية أصدروها في مجموعة من المجموعات. أول شغلة المجموعة الأولى قالوا عنها أو قسموها هذه قضايا تمهيدية تخص التدقيق، يعني تعريف التدقيق، مشروعية التدقيق، أهميته، أهدافه في المجموعة الأولى. طبعا المجموعة الأولى أعطوها رقم، يعني إذا أنتم أخذتوا الأصيل في ترقيم الكتل فهم أعطوا لكل مجموعة كتلة رقمية. هذه المجموعة بتبدأ من 100 ل 199. المجموعة الثانية المبادئ العامة والمسؤوليات، وهذا حناخد فيها معيار رقم 220 حناخده بالتفصيل. طبعا دوها كتلة رقمية من 200 ل 299. ايش المعايير اللي اصدرت في هذا في هذه المجموعة؟ اول شغلة اصدروا معيار رقم 200 وسموه المبادئ العامة اللي بتحكم تدقيق البيانات المالية. ايضا شروط اتفاقية التدقيق اللي هي 210، رقابة على جودة البيانات المالية وجودة العمل في جودة العمل في مكاتب التدقيق أعطوا رقم 220، توثيق عملية التدقيق أعطوا رقم 230، ومسؤولية المدقق فيما يتعلق بالغش أعطوا رقم 240، مراعاة القوانين والأنظمة عن تدقيق البيانات أعطوا رقم 250، الاتصال مع المطلعين بعملية التحكم المؤسسة اللي هم اللي يسموها اللجنة العليا داخل المؤسسة أعطوا رقم 260. طبعا هذا احنا مش هناخد المعايير هذه لكن هنلاقيها بكرة في الفصول اللي احنا هنتكلم فيه، هنلاقي انه معيار 230 حيمر معانا اثناء حديثنا عن توثيق عملية التدقيق. لما نتكلم عن شروط الاتفاقية اللي بتكون بين المدقق وبين الشركة المدققة حسابات هنتكلم عن شروط هذه الاتفاقية حسب المعيار 210. تمام. المجموعة الثالثة تقييم المخاطر والاستجابة لها أعطوها من 300 ل 499، وهذا كله يعني حيمر معانا مجموعة منها في موضوع اللي هو التخطيط لعملية التدقيق، حتيجي معانا المادية في التدقيق حتيجي معانا. يعني هذه المعايير حتمر معانا بشكل أثناء دراستنا في متن المساق. أدلة التدقيق المجموعة الرابعة حنتكلم فيها في الفصل الثامن بشكل كبير. طبعا هذه أعطوها مجموعة من الأرقام، لاحظوا بيبدأ من 500، لقيتها أي ترميز داخلي 501 502 505. طبعا التكلفات 510، أي معيار له علاقة بهذا البند بتلاقيه 511 512 زي كده. الإجراءات التحليلية نفس الإشي، هذا العينات تكلمنا في العينات، عينة التدقيق ايضا كيف يتم اختيارها، تدقيق الضغط المحاسبية هناخدها هتمر معانا. المجموعة الرابعة بتكمل في ادلة التدقيق،
المجموعة الخامسة استعمال عمل الآخرين مدقق للآخر، هنتكلم في جزء منها لما تمر معنا خلال الدراسة. المجموعة السادسة نتائج التدقيق والتقرير، نتائج عملية التدقيق اللي هو تقرير مدقق الحسابات. المجموعة الرابعة مواضيع خاصة تشمل معيار واحد، تقرير مدقق الحسابات عن مهام تدقيقية ذات أغراض خاصة، وذلك في حال تكليف مدقق بمهام التدقيق بيانات معدة على أساس نقدي أو بعض الاتفاقيات والتعاقدات الخاصة في هذا الجانب. المجموعة الثامنة والمجموعة التاسعة والمجموعة العاشرة والمجموعة الـ11، أي المجموعات الموجودة في معايير التدقيق الدولي. احنا هنركز إن شاء الله في المعيار اللي هو رقم 220، معيار الرقابة على الجودة. طبعا هنتكلم فيه إن شاء الله بشكل مفصل في التسجيل الثاني من هذا الفصل. يديكم العافية.